هل فعلا تقنية ال 5G الجيل الخامس اللي بتقدم انترنت فائق السرعة هي السبب في انتشار فيروس كورونا حول العالم؟ تابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في الفترة الأخيرة انتشرت أخبار كتير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي إنه تقنية الـ 5G الإنترنت فائق السرعة الجيل الخامس هي السبب الرئيسي في انتشار وباء الكورونا حول العالم، والمنشورات دي أو الفيديوهات القصيرة دي لقت رواج كبير جدا وكتير من اللايكات والشير، وانتشرت القصة بين الناس بشكل كبير جدا خصوصا في القارة الأوروبية والتحديد في إنجلترا. اللي بيروج لهذه الأخبار بيدعوا إنه الإشعاع الزائد للموجات الخاصة بتقنية الـ 5G هي المتسبب الرئيسي في الأمراض اللي بتحصل للرئتين، وخاصة أمراض صعوبة التنفس اللي بتؤدي إلى الوفاة في حالة الأشخاص اللي مناعتهم ضعيفة. وانتشر فيديو مؤخرا لسيدة بتدعي ان الموجات الكهرومغناطيسية الناتجة عن تقنية الـ 5G بتسحب الأكسجين من الرئتين، وبالتالي بتؤدي في النهاية إلى الوفاة. تعالوا نشوف جزء صغير من كلامها. It does happen with 5G. And going back to 5G, I just want to say what this does. There hasn't been significant safety studies. This has been admitted in Congress in America on 5G. But what 5G actually does, it absorbs oxygen. And that's really important to know. So on your oxygen molecules, the little electrons with 5G, they start to like oscillate. الناس اللي بيهاجموا تقنية الـ 5G من خلال هذه المنشورات والترويج ليها بيدعوا انه تم اختراق قصة فيروس كورونا حول العالم عشان يصرفوا نظر الناس عن المشكلة الحقيقية، وهي تقنية الـ 5G على حد قولهم في هذه البوستات او هذه المنشورات. الانتشار الكبير لهذه الاخبار وتداولها بشكل كبير جدا بين الناس دفع بعض الصحف العالمية زي البي بي سي انها تعمل تقرير مطول بعنوان فيروس كورونا الاخبار المزيفة تنتشر بسرعة، في اشارة الى انه هذه الاخبار ليس لها اي اساس من الصحة ومفيش اي دليل عليها غير انه سيدة بتطلع تتكلم او حد بيعمل بوست بيتكلم عن اضرار بدون اي دليل. تقنية الـ 5G هي احدث التقنيات في مجال الاتصالات، وبالتالي غير مستبعد اطلاقا ان يكون لها بعض الاضرار، ولكن لما تحب تعرف معلومات عنها سواء فيها ضرر او ما فيهاش ضرر او فيها مشاكل او لا، فهترجع لمنظمه الصحه العالميه او هترجع لاي مركز من المراكز البحثيه او الجامعات الكبيره اللي بتعمل ابحاث على هذه التقنيات، وبالتالي بتوصل لنتائج علميه بشكل مدروس نقدر نحدد من خلالها هل لها اضرار كارثيه ولا لا. ولا يجب ابدا ان تستقي اخبارك من بوست على فيسبوك او تويت على تويتر او في فيديو هنا او هنا بدون مصدر موثوق، لانه ببساطه سهل اي حد ينشر اي حاجه بدون دليل والناس تتداولها ويتم من الشير والمشاركه على اساس انه احد الاخبار الصحيحه. واخيرا مش اي بوست تشوفه تصدقه او تمشي وراه او تعمله شير من غير ما ترجع للمصدر او تشوف مين اللي نشر البوست ده وايه الهدف من نشر البوست، وبلاش تسبب ذعر للناس لان الناس اصلا مش ناقصه ذعر ورعب. النهارده كانت دردشه بسيطه عن تقنيه الـ 5G واللي اتكتب عنها واللي اتنشر عنها الفتره اللي فاتت خصوصا زي ما قلنا في اوروبا، وربنا يحفظنا جميعا ويخلص العالم من هذا الوباء في أسرع وقت. أشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.